سوري كيف السلام عليكم ان شاء الله تكونوا ملاح وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله فيديو جديدة والاخيرة في اعمال نهاية السنة باك 2023 فيديو ما شاء الله حنا ريفيزيو بها دروس اللي قريناهم من قبل. وبيان سور قبل ما نوصيكم كالعادة ونعاود ابوني لاشين يوتيوب دير جا كومونتير حاجة شابة اروحوا كامل انستغرام شكرا بزاف على فتنا سونكا شادات سير اقتصاد ربي يحفظكم. خوتي نوصيكم وصية هذا الفيديو هي الاخر عمل نهايه السنه كيفاش تعامل مع لاشين يوتيوب تاعي احسن حاجه ديرها في حياتك روح للبلاي ليست وين هي العربيه قوانين التشغيل اذا راك فاهم الدروس خذ الراي لي سوجي بالترتيب يعني الصعوبه بالترتيب واش دير ادخل في البلاي ليست بلا ما تزيد تشوف الدروس روح وين كاين تمارين شامله تلقى واحد 11 فيديو ادخل فيهم شوفهم بالترتيب باش تفهم لي زيدي على الترتيب ومن بعد كي تكملهم اخرج وين كاين المواضيع المقترحه تلقاها فوقها ادخل عليها كملهم بصحتك عملية سنة والله غير جيت 8 على 8. اما بالنسبة لي راه ضعيف وراه بعيد لازم نعاود الدروس عاود الدروس دوكا خير من غدوة دوكا انا في 2022 مازال 10 ايام يخلص 2022 معناتها ابروفيتي ماكسيموم في العطلة تاع 15 يوم هادي تاع الشتا كي تدخل دوكا البلاي ليست روح وين كاين الفصل الاول تلقى 13 فيديو ولا 12 شوفهم كاع بالترتيب ولا شوف الدروس اللي ماكش فاهمهم دبر راسك على حياتك تدير لك حياتك كومبلي 6 سوايع تعاود فصل كومبلي وتلقاها انت 6 سوايع ونص تشوف كاع الفيديو تعاود فصل دونك ابروفيتي ماكسيموم خلاص انا بسم الله نبداو نروحو نشوفو الكاليتي ديال كيف ونجي ديت ماشي تماشي كاع سير ما شاء الله انا نبداو بسم الله ونراو الموضوع ونراو الموضوع ولا الموضوع لا 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 هوني نبداو ليكيب بسم الله نوريكم السوجي تاعنا ومن بعد نبداو ان شاء الله كيف كيف على مع بعض هذا باك 2021 ليكيب كانت فكره شابه عاودوا لنا ستير باك 2005 يقدر يعاودوه لكم هذا العام معناتها يعطيك سوجي بلا ميزان مراجعه شغل ميزان مراجعه يني يوريه لك يعطيك ديريكت الموضوع بهذا الشكل تبع معايا شحال هاي في 6 نقاط يعني 6 نقاط هيا روح قالك من سجلات محاسبه لشركه النور ولا دير كابتور عاود اكتبو كامل دير كابتور عاود اكتبو رابيد تم عاوني كان انت عبدنا ما تعبش دير شو كابتور عاود اكتبو هيا نبداو السؤال الاول قالك سجل عمليه التنازل على المؤسسه ومعادله صناعيه نورمال السؤال اللي بعده سجل قيود سويه انا اسئله ما نديرش عليهم نقراهم برك نبداو حنا بواحد واش قال لنا سددت وسجلت ركز مليح سددت وسجلت الشركه مبلغ 50000 كتعويض للعامل تسمى الخدام هذا كي شكا بينا ربحنا في القضيه هو اللي ربح كي ربحنا حنا واش درنا خلصناه وقال لك راهي سجلت التعويض تسمى التعويض ما نزيدش نديره عن النزاع كي قال لك نزاع معناتها 151 مؤونه الاخطاء الذي كونت له مؤونه بنفس مبلغ السنه السابقه يعني ش 50000 هذه هي تاع العام اللي فات اللي وجدناها باش نواجهوا النزاع من بعد في لافير خسرنا هذاك النزاع كي خسرناه بيان سور نروحوا ندفعوا له تعويض المحكمه قالت لنا تبع معايا شوف لي داك الفلاشي اللي شاف الوجه تبع معايا بسم الله واش قال لنا؟ قال لنا سددت وسجلت اول حاجه كي يقول لك نزاع معناتها راهو في 151 يعني مامونه في الاخطاء اوكي هو قال لنا سددت وسجلت تعويض للعامل معناه واش تقول له؟ معناه ترصيد فقط ترصيد فقط علاش نديرو ترصيد فقط؟ علاش ما نديروش تعويض؟ لان المحاسب سجل التعويض تسمى حنايا بلا ما نزيدو نديرو التعويض هو قال لك سددت وسجلت يعني صيبو خلصاتوس ومارك التعويض ما زيدش نديرو التعويض نروحو نديرو ترصيد فقط واش معنى ترصيد انا داير فيديو هو نروحو بلاي ليست فصل اول حصه رقم 12 تلقاو بين تاع مواد الاخطاء واش معنى ترصيد يعني العام 63 يكون مدين يولي 63 دائم يهبط هكذا وهنايا رانا في 151 هي مؤونه الاخطاء الاسم تاعها تكتب له مؤونة الأخطار 63 واسمه العمال ولا أعباء المستخدمين شرحها طيب ترصيد المؤونة مبلغ 50000 تعطاه لك في المعطيات وتدي نص نقطة عليها نص نقطة برافو تدي نص نقطة على التفسير وتدي 0.25 وهكذا نكون كملنا واحد طولت شوية؟ ها؟ اه صباح كاع وزاد 12 12 وجاي ماشي بزاف نورمال
طري بيان هاي ليكيب دوكا نروحو ماشي لتانيين مش من تانيين نخلو يا الاخرى مع الاخرين نروحو الخمسة وستة نبدأو بخمسة وش قالنا قالنا سددت الشركة في 30/10/2020 مبلغ 70,000 أعباء إيجار محل عن فترة ممتدة هذه الوحدة ستة ليكيب لازم تشوفوا الفيديو في البلاي ليست حصة 12 عشان دقيقة الاخرى لازم تشوفوها باش تفهموا اه من 1 نوفمبر 2020 إلى غاية 30 ماي 2021 علما أن المحاسب سجل العملية تسديد هذه ما نحتمعنا معناتها أنت مدخلش روحك في التسديد قايا روح تبع معنا أول حاجة تكون لازم تفهم الدرس هذا تكون فاهمه متقدرش حاجة نشرح لك هذا الدرس أمبوسيبل روح بلاي ليست للحصة 12 عشان تفهم الأخرى تشوف الدرس هذا كيقول لك سددت ولا يقول لك دفعت المؤسسة إيجارات ولا تأمينات شوف كيف يقول لك سددت إيجارات ولا سددت تأمينات ولا دفعت كيف سددت إيجار سددت تأمين دائما كلمة سددت ودفعت نروحوا غير لسان 48 عقدناش على الستة تاع الصباح نروحوا غير لسان على الستة تاع الصباح ومن بعد مور ما نروحوا غير لسان خلاص كنا نعاودوا لينا يا إما راح نسدوا إيجارات يا إما راح نسدوا تأمينات إذا قال لك إيجارات الإيجارات هي كلمسان 13 نحن نكلم في كلمسان يعني سرقوها ثانيت وإذا قال لك تأمينات في بلاس دوبل إكس نديرو 16 نروح نخلص لاسيونس في ألجي هو قال لنا سددت إيجارات تسمى دوكا فلي بلاس إكس نديرو كلمسان 13 هذا هو القيد تاعك غير تسمع سددت إيجارات ولا سددت تأمينات سددت نروح نغيري زان 48 إلى اليوم على 6 تاع الصباح واش اسمك أعباء عفوا أعباء هي ستة وسمو أعباء معينة مسبقا أفونس لتحتها يجي ستة 13 وسمو إيجارات شرح القيد ما نكتبوش ليسباس تاعي برك هنايا تسجيل أعباء معينة مسبقا اللي زعما 6 شهور 8 شهور إلى آخره دوكا المبلغ بما نسجلو بالك سجل ب 77,000 دايما المبلغ اللي تسجلو به نزول المبلغ المدفع مسبقا كي تشوفوها فيديو تفهم نديرو 77,000 نضربوها في هذه على هذه في من نضربوها نضربو في المدة اللي جاية العام الجاي ونقسموها على الإجمالي نقولو شنو هي المدة العام الجاي أرباح هو باش خلص خلص في تبارك الله خلص في لومي نوفمبر 2020 إلى غاية 30 ماي 2021 هو باش دفع دفع في لومي نوفمبر هذه الخمس شهور هي خاصة أفونس في 2020 كانت خاصة تسمى هنا في 2020 شحال كاين من شهر كاين زوج هادو الزوج ما يهموكش هادو في عامهم يهمو هادو الخمسة الكراي خلاص لك 30 ماي معناتها هنا كاين خمس شهور كلش كلش سبعة انت واش تجي دير؟ تجي تضرب في خمسة وتقسم على سبعة هذا ما كان دايما اضرب في المسبق وقسم على الاجمالي اما الزوج هذه داخلة مع المدة الاجمالية ما يهمكش انت واش يهمك؟ يهمك اللي راه جاي العام الجاي دونك باغ اكزومبل حنا حنسجلو قيد تاع 2020 هذه الزوج شهرين اجي 2020 تسمى ما عنديش مشكل معاها مع من عندي مشكل مع اللي راه افونس ماشي في عامها هذو الخمس شهور انا في 2021 وانا راح نسجلهم في 2020 هذا كان تسمح نحسبهم معناتها هذو الخمس شهور خلصتهم ماشي في وقتهم قبل خلصهم قبل وقتهم هذا هكا اضرب في خمسه اسمها هذايا والراي انا حاسبها واش تفلاشي 77,000 في خمسه قسمه سبعه 55,000 طيب خمسة وخمسين ألف وتسجل خمسة وخمسين ألف هذي كون بياج ليك اون سي جامي لو كان زعما الكرا خلاص لك برومي ماي بيناتنا وقت السيد يجي خرج لك برومي ماي معناتها انت ماي ما سكنش معناتها انت سكنت اربع شهور سكنت جونفي فيفري مارس افريل وخرجت برومي ماي خرجت تولي زوج زايد اربعة ستة ضرب في اربعة ستة خلاص دايما التاريخ الاول نسوي تاريخ الانطلاق نروحو الله تاريخ الدوزيام نسوي تاريخ الوصول نولو مارشال يعني. كي تشوف الدرس تفهم اكثر وهادنا نكونو كملنا واحد وكملنا خمسة نروحو النيميرو ستة واش قالنا في النيميرو ستة هاي مريت نقول واش قالنا في النيميرو ستة
عطانا فاتورة إنقاص، حنعطيكم بطريقة بزاف شابة. وعلى المورد نبيل، دائما المورد هو اللي يمد لك فاتورة إنقاص بمنحها محسومات مبلغها 24000، يعني هذا مبلغ فاتورة إنقاص، إلا أنه لم يرسل لها فاتورة إنقاص إلى غاية 31/12/2020. طيب يا يعني. شوف في الباك كيعطيكم فاتورة إنقاص، اسمع الملح، اسمع الملح، كيعطيك فاتورة إنقاص عندها ثلاث أسماءات: إنقاص ولا تخفيضات ولا تنزيلات ولا محسومات. واش نرمز لهم؟ نرمز لهم لي طروار ميس، لي طروار ميس يعني لي بروموسيون. هذه فاتورة الإنقاص كيفاش تحفظوها؟ بون المبلغ راهولك واجد، سجل ديرك 24000 راهولك واجد. شرح القيد، اكتب عاد الاستلام فاتورة الإنقاص. هذا ما كان كيفاش تحفظ القيد؟ دائما قول نروحو ونروحو. وين نروحو؟ نروحو لبليدة. ونزيد نروحو لبليدة. نروحو لبليدة ونزيد نروحو لبليدة. تسمى ديرو 09 09. ها نروحو لبليدة ونزيد نروحو لبليدة. هاي نعاود تبارك ونروحو لبليدة ونروحو لبليدة. هذه هي فاتورة الإنقاص. كي نروحو لبليدة اتفكر صحنون. صحنون دار راشو وعليلو. صحنون كنا من ذاك نحوزو في الكارتة على الرابعة. وعليلو كان من ذاك يزعف عليه يحوزو في الكارتة على الستة. ثم نروحو لبليدة نحوزوه في الكارتة على الرابعة. ولا نحوزوه في الكارتة على الستة. وراك حفظتها. نروحو لبليدة بليدة يا إما في الكارتة على الرابعة يا إما في الكارتة تاع الستة. وبالبركة عليك. شرح القيد على الاستلام فاتورة الإنقاص. هذا الكود تاعه اسمه هذا محصل عليها. وهذا موردون مدينون. موردون مدينون هذا ما كان. ما تزيد ما نقص ما شاء الله. ونكونوا دينا ثلاثة، هما كاين ثلاثة نقاط، الواحد والخمسة والستة كملنا معاهم. صير دير بوز وعاود اكتبهم. دوكا نروحو للزوج والثلاثة والربعة، فيها زبائن سهل جدا انك تزاكون. بون دوكا نروحو لنيميرو زوج. هيا ليكيب اش عامل انسان ساعة ساهلين خدم ودور. هاي 13 دقيقة. زوج تحوي حافظة، يعني تحتوي حافظة الأوراق المالية للشركة 500 سهم، ثمن شراؤها 1640 للسهم الواحد، يعني البريد الحبة. وقد سجلت في السنة السابقة خسارة قيمة ب 15000. السنة العملية فات عندك خسارة قيمة، يعني راه على حساب 26، هذه 15000 تاع 500 سهم، ثم 15000 إجمالي. وبتاريخ 20/6/2020 تنازلت الشركة عن 350، يعني من 500 هذيك سهم باعت 350 سهم بسعر 1700 دينار للسهم، يعني هذا سعر التنازل اللي سجلوا به في القيد تاع 512 الحبة. قال لك خلاص هذا ما كان. بعد كمل قال لك بشيك بنكي، والباقي قدر سعرها في السوق، يعني ال 150 اللي بقات بتاريخ 31/12/2020 1595. لكن درس 26 سهل جدا، اسهل منه ما كان. اول حاجه واش دير؟ درس المقابل تاعك باش تورغانيزي الخدمه باش يجيك ساهل. والبرهان هذا ديالو راني نوريكم كيفاش تخدموا المقابل. علاش نقص المقابل باش تسهل لي؟ اذا ما لقيتو راني داير بيسي في فيان الاول ما درتوش سعر السوق الاول، ما درتوش. علاش ما درتش سعر السوق الاول؟ لانه عطاني الخساره الاولى واجده. واش ندير بسعر السوق؟ سعر السوق جامي تحوس عليه، تحوش عليه. الا عطاك خساره الاولى واجده احمد ربي، سما سعر السوق ما نحوش عليه، دونك ما درتوش. ومن بعد كاين سعر السوق الدوزيام نحسب به الخساره الدوزيام بيان سور تاع الغير المباع. نجي لهنا كي نجي نخدم واش نقول؟ لدينا خساره قيمه سابقه، لدينا خسارة قيمة سابقة 15000. ندير تفكيك التمرين قبل ما نبدا الحل. لدينا خسارة قيمة سابقة 15000، هذه إجمالية، إجمالية تاع 500 سند. أنت واش لازم؟ لازم في الباك قبل ما تبدا الحل هذيك ال 15000 تفككها. واش تقول؟ قول هكذا 15000 طريقة التناسب ثلاثية، يعني 15000 شحال يقابلها؟ 500 سند. 500 سند. ومن بعد أنت واش دير؟ دير 350 وحدها ولا 150 وحده، احكم آلة حاسبة. دير 15000 في 350 على 500، ها دير هكذا 15000
كي ضربها في 350 قسمها على 500 عالي جدا اللي تلقاها نزولها الخساره تاع 350 حبه ومن بعد هذه 15000 اضربها في 150 وقسمها على 500 اجور اللي تلقاها يعني الخساره تاع 150 تسمى لي 15000 تخليهاش هكاك هذيك اجمالي خويا 15000 في 350 قسمها 500 10500 ها 10500 يعني شنو 15000 هادي هادي تاع 500 حبه حنا 500 ما نخدوهاش وحدها تسمى 350 من 15000 عندها قيس 10500 اما ال 150 تحب دير هذه ناقص هذه ولا دير طريقه اوتوماتيكيه كيما درنا نكملوا فيها مره 15000 في 150 قسمها 500 4500 معناتها 150 خسارة القيمة تاعها السابقة 4500 دايما جامي تخلي الإجمالي وحده جامي واش معناها؟ نجي 350 شحال عندها خسارة سابقة 10500 وال 150 خسارة سابقة 4500 بالك أي وصيك بالك ال 15000 تخدم بها لأن هذه الإجمالي بوكا أبدا 350 عندها تنازل نحسب لها ثمن الشراء ديرو 350 في مسوجي شحال قلنا ثمن الشراء 1640 يا اخي بدايه التمرين دير 350 في 1640 وهنا دير 150 في 1640 وتكون حسب ثمن الشراء ومن بعد في التنازل بابا نحسب سعر السوق الدوزيام في التنازل ما كان لا لا تكتب دير تنازل اما ال 150 يبقات لازم نحسب لها سعر السوق الدوزيام باش تلقى الخسارة الدوزيام ودي عملية مقارنة هذا ما كان في التنازل ما كانش مقارنة هيا تشوف نشوفوا السعر السعر التنازل نبداو عم نقابلو هنا يبان تمرين بسم الله سعر التنازل 1350 في 1700 سعر السوق الدوزيام تاع 150 ديرو 150 في 1595 احكم على حسب عمر كاطا يلا 350 في 1640 574000 ومن بعد نجي منا 150 في 1647 يا حار شو صعيب هذه خط 246000 ثمن الشراء تاعهم هذو ياك حسبهم في ريزيرف نجي لهنا نحسب سعر السوق سعر السوق ولا قبل نبداو سعر التنازل سحقوه في القيد ها 350 في 1700 انا نخدم شغل بروفيسيونال واش نخدم واحد ديبيوت ولازم نديرو قايد خلاص انا بروفيسيونال سعر السوق نسحقوه في الغير مباعه ندير 150 في 1595 غير مش غلط 239000 و 250 دوك هاد 239000 و 250 نقارنو مع ثمن الشراء نحسبو الخسارة الدوزيام نقولوا هكذا بي في ان ناقص ثمن الشراء 239250 ناقص 246000 اللي هو الفي سي ياك سعر السوق اصغر من ثمن الشراء توجد خساره قيمه بي احسب الفرق بيناتهم 6750 6750 دوكا بالنسبه للتنازل نروحوا نديروا طيب قيد التنازل كيفاش باعها بشيك بنكي 512 اسمها البنوك شحال مبلغ تاع سعر التنازل هاوريك 595000 راهي بيان راني نطلع الريتم ونشري شرايح تسمى غير الفيديو اللي ما قبل باش تجيك سهله تا كيما جاي ديك الفيديو اللي تسمع ما لا لا بعد 26 يطلع واش نزيدو له 9 راهي بيان هذا سجلوه بخسارة القيمة السابقة يعني الأولى عن السندات وبيان سير ما تبهدلناش بارك تجيب 15000 15000 اجمالي تدي غير هذه 10500 حبيبي واحد ابي اقول لك مقبله لازم دير تفكيك تدي 10500 تاع التنازل تاع 350 10500 وهنايا تسجل السندات اللي هو الفي سي تاعها 574000 وبين ما نخلوش هكذا القيد وكنحسبوا الاسي نتيجه التنازل نجمعوا المالين نقصوا الدائن نكتبوا له سعر التنازل زائد خسارة القيمة ناقص فيسي في الباك عوضوا بالمبالغ دير هذا زائد هذا ناقص هذا أنا ما نعوضش
زائد 10500 ناقص 574 زائد 31500. راه شوف حنا النموذج تلقى نفس المبالغ نفس النتائج. كي تجي موجب البحث تسمى 7 في التثبيتات نزيدو 52 هنا نزيدو 67 وتجي منها في الدائن 67 وسنا أرباح صافية ب 31500. شرح طيب عملية التنازل. نجي منها خسارة السابقة شحال كانت؟ 4500. شحال ولات؟ 6750. إذا معناه زيادة خسارة القيمة ب 2250. والزيادة حاجة ديرها دير الفرقة دير الإشارة في الناقص 6 ناقص 4 1 7 ناقص 5 زوج 5 ناقص 0 5 0 ناقص 0 0. زيادة حاجة عيانة 68 3 5 6 صوالات 6 26 واش نزيدو 9 68 واش اسمو مخصصات احتكارات مأمونات خسائر القيمة و 6 أصول مالية 26 سندات و 9 خسارة القيمة. نسجلو بالفرق 2250. شرح طيب زيادة خسارة القيمة وهكذا نكون كملنا حساب 26. يلاه مكون نروحو للنيميرو 3 وين كاين تثبيتات بونيكي. هنا ملاحظة تكتب له هكذا زيادة خسارة القيمة ب 2250 الفرق بين هذه وهذه. خلاص بياج هذا بزاف شباب كيعطيك سندات بلا جدول درتها لكم مقبل في الفيديو اللي فات اللي شافهم بيانسر. نروحو للنيميرو 3 دير بوز اخدم بعقلك وعاودوا لي. نيميرو 3 ديجا اقرا مليح. حازت شركة على معدات صناعية 215 بمبلغ 12 مليون كاين 6 زوارة بتاريخ 1 مارس 2018 مارس حتى ديسمبر كاين 10 شهور مدتها النفعية 8 سنوات تنازلت عن 20% منها. هذه 20% ماشي تي هذه 20% نسبة التنازل يعني شكون قال لك زعما بعت 1 على 5 باغ اكزومبل يعني هذه 12 مليون ما باعهاش كاع باع منها 20% فهمتوا. كان قادر يقول لك بعنا 40% ودرتها لكم فيديو اللي قبل هذه منها في 28/10/2020 تاريخ التنازل ولو مارشاريال كاين 10 شهور الحساب 462 وحقيقة ناقص قيمة 652 هذه الأرسي قدرت القيمة السوقية لباقي شكون هم الباقي 80% هو شرا 12 مليون باع منها 20% يعني باع منها 2 ملايين و400 وقعدت له الباقي 9 ملايين ولا حاجة كيما هكذا. هذوك اللي قعدوا واش قال لك عندهم؟ قال لك قدرت القيمة السوقية لباقي المعدات يعني اللي بقات له بي في ان تاعها ب 5 ملايين و900 و890 تسمى اللي بقات له حدي لها ان اجباري وخسارة القيمة وصلوا عندنا البي في بي في ان. طيب تبعنا أول حاجة بالك تبدا الحل لازم ديباي تمرين هو شرا 12 مليون الله يبارك ديرو هكا في الباك قول له 20% تنازل 100% ناقص 20% 80% 80% واش عندها؟ عندها ان اجباري زائد خسارة القيمة بين قوسين باسكو باري كي في ان تسمى هذه 20% مباعة وال 80% غير مباعة والغير مباعة هذا واش نديرو لها؟ هذا الزوج برافو نديرو 12 مليون في 20% زوج في 12 24 تسمى زوج ملايين 400 خلاص كي دير هذه ناقص هذه ولا دير هذه في 80 وقسم على 100 تلقى 9 ملايين و600 دوك هذه تنساوها كاع تخدم هذه وحدها كي تكمل اخدم هذه خلاص. قال لي 1/8 تسمى تي 100 على 8 12.5 في الباك لازم تبداو بهذا لي ديطاي تاريخ الشراء هذا شراء موحد تاع هذه وتاع هذه تكون يعتبروا آلة وحدة شو زعما شراء اونبي باع منها غير الموتور وقالوا بقات لك الخاصة ما تسالوش كاين 10 شهور 10 اشهر منين جاو احسب 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 شهور نبداو بال 20% تسمى ما نخزروش فيها كاع 20% مباع واش عندها عندها تنازل بدون خسارة ما عنديش خسارة قديمة تسمى ما درتش تعديل عندي تنازل سامبل نقسم 4 على زوج اولا ثانيا حساب ان التنازل شحال كنت فيها في العام اللي بعتها حساب سيجما ان من نهار شريتها حتى نهار بعتها نبداو بالسيجما بعناها 28/10/2020
في البيع والعمر شهرية، بما انه باعها نهار الاخر تسمى خدم بها 10 شهور. لو كان باعها برومي 10 ما يدخلش، تسمى 9 شهور ما يهمش. ابقى علينا الدور، ندوز جنيه و400 هادي نضربوها في تي 12.5 في عدد الاشهر تاع التنازل 10. هذه جبناها من 2020 الان نجيبوها من عام التنازل 10 شهور. زهر تحت 10 شهور هذا كيما 10 شهور هذا زهر لا مالا. آلة حاسبة ليك سخانة جاتكم هاد تريكو على الرقمية. المهم جبناها من 400 في 12.5 في 10 قسم 12 250,000. هذه 250,000 هي الآن التنازل 2020 10 أشهر. 2020 شحال خدمنا بها في عام التنازل 2020 خلاص. ثانيا سيجما الآن قانون كوبي كوني تسمى حاجة مليحة طلعت من وراه 2,400,000 في 12.5 أعلانية. وشنو هو الإختلاف؟ هذه 10 أشهر جبناها من عام التنازل، هنايا نجيبوها من الشراء إلى التنازل. تحسب له كلش من نهار شراها حتى نهار باعها. شراها وقتاش؟ شراها 2018 كاين 10 شهور، ومن بعد 2019 كاين 12، ومن بعد 2020 اللي هو هذا كاين 10 و10 20 و12 32. اضرب جمعنا 400 في 32 وراش بحال المدرب تاع الشهر تلقاهم كيف كيف 800,000. انا كملنا حسبنا الخطوات دوكا راهم نسجلوا. اولا حسبنا ان نسجلوا ان شكون شي يكونوا 68 واش منا اللي نزيدوا واحد، ومن بعد اله صناعيه 215 واش نزيدوا 8 68 واش حسبوا مخصصات اهتلاكات معونات خسائر قيمه اصول غير جاريه وتسجل ب 250,000 ولا ثاني 250,000 تقريبا. 8 واسمو اهتلاك معدات صناعية. هنايا باعها على الحساب 462 جمع على الحساب. وشنو جمع على الحساب؟ حسابات هذه عسى جديدة، حسابات دائنة عباد ليس لهم دراهم. هذا قال لك باعها الله أعلم، ما قالناش حال باعها راهي مجهولة عطاني أنسي ما يهمش. دونك هذا يهبط زيد زيكا لا واش نحولو 8 خسارة قيمة قديمة ما عندناش دونك ما كان لا نصدوها ما كانش خسارة قيمة. واش قالنا؟ قالنا محققة ناقص قيمة 652. لو كان قالنا حققت فائض قيمة تجي منا 752. لو كان قالنا فائض قيمة بون نكتبو الأسماوات. 8 هو اهتلاك معدات صناعية، هذا اسمه نواقص قيمة، وهذا اسمه معدات صناعية. بون باش نشفعوا هذا وهذا توان كيكون الفوق بالآن وكيهبط بالسيغما آن. هذا 652 بالآر سي وهذا بالإم أ. دوكا نجيب السوجي خوتنا ونشوفو واش كاين في الماء. واش قالنا؟ قالنا حققت نواقص قيمة 500,000 تسمى الآر سي 500,000 الإم أ 2,400,000 إي بالك ودير ام ا 12 مليون ولا 9,600,000 كي دير ام ا دير اللي تنازل عليها هو تنازل على 20% 2,400,000 سيغما ا ان هاديك 800,000 بوكا. باش تحسب سعر التنازل دير هذا ناقص هذا ناقص هذا. هذا شكون هذا؟ ام ا ناقص ال سي ام ا ناقص ال سي ناقص سيغما ا ان. ام ا شحال؟ 2,400,000 ناقص 500,000 ناقص 800,000 هذه وهذه 1,300,000 1,300,000 ناقص لها 2,400,000 1,100,000 إذا سعر التنازل 1,100,000 طيب. وهكذا نكون كملنا 20% المباع. واش قعد لي دوكا؟ قعد لي 80%. سقسيكم 80% هذه ما باعهاش قعد عنده، بما أنه قعد عنده شحال ندير لها؟ أن إجباري وندير لها ايضا تسويه خساره القيمه. الله اكبر الله هذيك اعطيها في الارض ندير لها ان اجباري. شفت كيفاش خدمت لك راهي لكن عملنا انسان سهلين. هذا هو اخر سوجي ولدت لكم بزاف وراني داير افكار كاع لا
اللي شاف لي فيديو كومبلي راه شاهد باللي كفيت ووفيت. خلي لي كومونتير شباب، خلي لي كومونتير طلع لورا دعوه شابه، وتشوف باللي اقسم بالله غير راني نتعب معاك في الشباب يا اخي. ها اليوتيوب الا في سبيل الله، انتم بركونو قدها هذا معك. ليكير المباعش كملناها، تسمى هذه خلاص هذه سهله، وكان بعد 9 ملايين و600. واش دير لها 9 ملايين و600؟ قول له هكذا، قول له 9 ملايين و600 عندها زوج امور، فهمني. عندها الامر الاول تسجيل ان اجباري، باسكو هذه غير مباعه، احفظها غير مباعه واش دير لها. وعندها تختبر خساره القيمه اذا عارض كيفيا. نبداو بان ان، قال لك ان 2020، يعني السؤال سجل قوي تسويق 2020، تسمى ان 2020، وبين بلي سنوي ان 2020 سنوي. تقول لي علاش؟ نعاود لك، هو شراها 1 مارس 2018 هكذا، هذه الان مازال ما تباعتش. هنا كاين 10 شهور 2019 12 2020 12، هذه مازال ما تباعتش، تكمل معاها كاع 8 سنين 2021 12، وهي رايحة، هي في عمرها 8 سنين، واش مازال باش تخلص. هو واش قال لك؟ هو قال لك أعطيني أن 2020، واش معناتها أن 2020؟ شحال شحال خدمت بها في 2020؟ وأنا ما بعتهاش، مازالها عندي، تسمى في 2020 كملت، ريبا، لا يقول لي علاش ما درتش 10 شهور؟ يا أخي 10 شهور هذيك 2018 واش دخلت؟ علاش في السؤال قال لك سجل قيود سوية 2018؟ نو، في السؤال مكتوبة سجل قيود سوية 2020، يعني أن 2020، والأن يبريزونتي عامو، لا يقول علاش ما جمعتهمش؟ هذيك هذيك سيجما أن، حنايا الغير مباع ما حسبولهاش سيجما أن، أن متاع عام واحد، 2020 كاين 12 شهر، رايو، لو كان قال لي سجل قيود سوية 2018، لو كان حسبو 10 شهور، لو كان قال لي 2019 12، لو كان قال لي 2021 12، إكسترا. مهم يساوي ام ا في تهالية 9600 بوكاري 9600 في 12.5 ألف، لكن احسبوا وحدكم آلة حاسبة اللي تصيبوه سجلوه مع ان، قال لك شنو هو الاي ان، شكون باش يكون 68 واش من هنا نزيدو 1 215 باش نزيدو 8، اسماء تكون تعرفوهم، شرح الاي تسجيل ان، المبلغ اللي تصيبوه لادات 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 رونتيان دوز 2020 هذا ما كان. بصح مازال ما كملناش، عندنا بيليون، إذا نختبر خسارة القيمة. خسارة القيمة باش نختبروها كاع على بالكم بلي نفسها خزوج فلايش. عندك فيانسي شحال نيبالي وبي فيان. فيانسي دايما مجهول. بي فيان ضاهولنا 5,890,000 تاع 2020 تسمى فيانسي 2020 تسمى الخسارة 2020. خطوات تقول له أول خطوة إيجاد فيانسي. كي نلقى فيانسي نحسب خسارة القيمة. فيانسي 2020 واش يساوي؟ إم أ ناقص سيجما أن 2020. سيجما هذه المرة هذه أن 2020 بريزونتي عامها. سيجما أن 2020 فيها بزاف أشهر بينهم. إم أ 9600 تاع الآلة غير مباعة. ناقص 9600 باش يدك في 12.5 ألف. فيه على 12 بوكا عدد الاشهر منين نجيبو 2018 كاين 10 شهور 2019 كاين 10 12 نحسب 2020 كاين 12 12 و 12 و 10 34 شهر شتو بلي دوكا كي نكونو في سيجما ان 2020 نجمعو كاع الاشهر اذا هما لقيتو في التنازل كان كاين 10 12 10 اي باسكو الاخرى في 2020 بعناها في اكتوبر كان 10 شهور. اما هذه غير مباعه تسمى في 2020 كيكون 10 شهور، يعني 2020 ما بعناهاش، تسمى كملت العام معنا، فهمتوا؟ غادي نشرحها مع فايز، جاي الحين وما نشرحوش. ناقص، آلة حاسبة احسب لي هذه، احسب لي هذه، ومن بعد احسب فيانسي، كي تحسب فيانسي احسب خسارة القيمة، فيانسي ناقص فيان، شتي تصيبو هنا؟ حطوه هنا، ناقص 5,890,000. ومن بعد راح تصيب خسارة القيمة، كي تصيب خسارة القيمة سجلها، يا أخي كاع على بالكم بلي الأن الخسارة شي كل واحد 68 واش من نمير نزيدو 1 برك في بلاصة 8 واش نديرو 9 وتسجل واش لقيت، شرح لقيت تسجيل خسارة القيمة، وهكذا
نكونوا كملنا. الزبائن ما نديروش باسكو سهل جدا، قيد الافلاس ودور. انا داير بزاف هذا ودرت درت كيما هما في الكلاسه درناه. زبائن ساهل، كنت سالو 585 على 35 ناقص له التسديد هذا 234 تحسب خسارة الأولى جايحة وتلعب من الآخر بعد الإفلاس. نحتمل مهم نحسب لكم بركة هذه في ليزير، نشوف لكم إذا تجيبوها هكا. هو ناقص تلقاو الخسارة 310000 ريال، تلقاو الخسارة 310000 سجلوها وسلام عليكم. وهكذا تكونوا في وقتو ليكيب ما شاء الله علينا نص ساعة ولا 33 دقيقة ولا شحال كملنا الفيديو الأخير تاع نهاية السنة خدمة ميس ما شاء الله عليكم. روحوا البليده في قطر 4 6 فكرة بزاف شابة خلي كومونتات. نتلاقاو دوك الفصل الثاني بداية إن شاء الله من جونفي نحكوا لكم السجيات الجدد تاع حساب نتائج يعني بروغرام جديد كامل. بالتوفيق يلا بارطاجي ماكسيموم. سلام.